بقدم اخويا وصديقي دكتور حازم ابو شوشه، هتكلم على الانترا دايريتك هايبوتنشن. انا مانيفيستو فور افري داي كومبلينت. بفكر حضراتكم تاني ان العنوان بتاع السيشن هو باك تو بيزكس، على قد ما هي مواضيع تبان ان هي بيزك على قد ما تحضرها انا متخيل قد ايه بيبقى صعب الواحد بيحضر محاضره عشان يجيب حاجه فيري بريميتيف كده بسيطه ويقدمها، وبرده مهم لان احنا بنبقى ناسيين الكلام ده مع كتر الشغل والحالات بنبقى ناسيين. حازم طبعا بيتميز بالباوربوينت بتاعه، فيعني انا متاكد ان احنا هنشوف حاجه رائعه زي المحاضرات اللي قبليه ان شاء الله. اتفضل. الله يخليك طول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا محمد ولكل اللجنه المنظمه والشير بيرسونز كلهم على التقديمه الكويسه ديت. الحقيقه الانتراتيك هايبوتنشن ما اعتقدش في بيزك اكتر من كده، يعني ما فيش دكتور كلى اعرفه اعتقد يعني قد اجزم على هذا ما شافش مريض عنده انتراتيك هايبوتنشن. فاحنا يعني حاولنا من الـ من الـ من التوك دي ان احنا نطلع فعلا بمانيفيستو، يعني المانيفيستو ده انا شخصيا ببقى ماشي بيه، ببقى عارف ايه اللي ينفع للمريض بتاعي وايه اللي ما ينفعش للمريض بتاعي بحيث انفذه له او لا، وده في الاخر يعني هيبقى الكونكلوجن بتاعنا ان شاء الله. مرضى الهيموداليسيس الحقيقه على مدار السيشن بتعرضوا لانواع كتيره جدا من الكومبليكيشنز، ولكن احنا اخترنا الانتراديتيك هايبوتنشن عشان نتكلم عليه، وده نتيجه الكونسيكونسز بتاعته. الكونسيكونسز بتاعت الانتراديتيك هايبوتنشن بتنحصر في اربع نقط اساسيه: ان المرضى اللي بيجي لهم انتراديتيك هايبوتنشن ما بيكملش الغسيل كويس، وطالما ما بيكملش الغسيل كويس مش هيوصل للدراي ويت بتاعه، وطالما ما وصلش الدراي ويت بتاعه هيخش في انتردايتك ويت جين عالي ونخش في فيشيوس سيركل للاسف الشديد بتنتهي بالمورتاليتي. النقطه الثانيه ان المرضى اللي بيخشوا في سيفير انتردايتك هايبوتنشن بيبقوا اسوشيتد ويز اسكيميا وستروك مايوكارديال انفاركشن، دي طبعا بتبقى اسوشيتد ويز هاي موربيديتي اند مورتاليتي. النقطه الثالثه ان البيشنت ويز فريكوينت انتردايتك هايبوتنشن بيحصل لهم طبعا اكسس فيلير، وبتبقى طبعا ماساه كبيره ونخش في قصه الاساطر ونعيد قصه الانفكشن من اول وجديد. وفي النهايه ان كل الاستاديز اللي هنتكلم عنها النهارده سواء كانت قديمه او جديده وجدت في النهايه ان الانتراديتيك هايبوتنشن از ان اندبندنت فاكتور فور اول كوزز اوف مورتاليتي. الاجنده بتاعت التوك النهارده هنتكلم على ست نقط اساسيه: بدايه النقطه الصغيره في الانترودكشن، باثوفيسيولوجي ريسك فاكتورز وكلينيكال بريزنتيشن ايمرجنسي تريتمنت، وننهي في الكلام النهايه بالمانيفيستو بتاعنا. في الانترودكشن نبدا بالانسيدنس، والانسيدنس الحقيقه فيها ديسكريبنسي عالي جدا، يعني في بيبرز كاتبه ان هو من اول 8% اب تو 40%، وفي كمان ليتريتشر ريفيو مكتوب ان هو بيوصل ل 70%. 70% من مرضى الدياليسيس بيخشوا في انتراديتيك هايبوتنشن. طب السبب الديسكريبنسي الواسع ده هو اختلاف الديفينيشنز ما بين الجايد لاينز وبعضها. يعني احنا لو بصينا الكدوكي جايد لاينز 2005 عرفت الانتراديتيك هايبوتنشن ان هو نقص في السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 20 او المين ارتيريا بلاد بريشر اكتر من 10، ولكن لازم يكون موجود فيه سيمتومز. بينما مثلا اليو كي قالوا لا مش مهم الرقم كام، المهم يكون في حصل انترفنشن من الدكتور، يعني الدكتور نفسه وقف الالترا فلتريشن او ادى سلاين انفيوجن او حاجه زي كده. وننهي الكلام بالايجيبشن جايد لاينز 2019 وهي اللي عرفت الانتراديتيك هايبوتنشن بنقص السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 20 والمين ارتيريا بلاد بريشر او المين ارتيريا بلاد بريشر اكتر من 10 في وجود سيمتومز وانترفنشن. ولكن الديفينيشنز كمان بتختلف، لان في ناس بتعرف الانتراديتيك هايبوتنشن بالنيدر ديكريز ان سيستوليك بلاد بريشر، يعني اقل رقم سيستوليك بلاد بريشر وصل له، وفي بيبرز بتعرفها ب 90 وفي بيبرز بتعرفها ب 100. مش بس كده، هو لقوا ان اكتر اسوشيشن بالمورتاليتي موجوده لما مش بس ان هو يقع 20 و30 او ارقام زي كده، لا ان المورتاليتي ما كانت موجوده اكتر في اكتر جروب هو اللي كان معاهم نيدر ديكريز في السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 90، يعني السيستوليك بلاد بريشر بتاعهم نزل تحت 90 مش بغض النظر هو كان كام في البري سيشن بلاد بريشر. كمان الوقت اللي حصل فيه الهايبوتنشن وجدوا في الاستادي ديت، ودي استادي اتعملت على 4300 مريض في اليو اس، اكتشفوا ان الايرلي انتراديتيك هايبوتنشن كان اسوشيتد وذ مور او هاير انسيدنس اوف مورتاليتي.
لما يتكلم على الباثوفيسيولوجي الحقيقة هو كويت سيمبل، بس هو يعني في نقط كتير متداخلة فيه. لو احنا يعني تخيلنا ان البادي فلويد بتاعتنا متوزعة في البلد او الانترافاسكولار بوليوم والاكسترافاسكولار بوليوم اللي هو الانترستيشيوم والانتراسيلر، احنا لما بنيجي نعمل الترا فلتريشن احنا بنسحب منين؟ احنا بنسحب من البلد. فلو انا عملت الترا فلتريشن باكسسيف فوليوم البلد فوليوم هيقل وبالتالي البلد بريشر هيقل. ولكن احنا النقطه اللي لازم ناخد بالنا منها ان المريض اللي فيه فوليوم زياده بيبقى موجود في الانترستيشال فلويد، فبالتالي بيحصل عمليه اسمها عمليه البلازما ريفيل، ان الانترستيشال فلويد ده بيرجع تاني يعوض النقص اللي حصل في البلد فوليوم. فالنقطه المهمه لو انا كنت بعمل اكسسيف الترا فلتريشن، يعني انا بسحب من البلد اسرع من عمليه الريفيلنج، ده اللي هيؤدي لحدوث الانترريتيك هايبوتنش. واتفقت البيبرز كلها ان احنا يبقى الماكسيمم الترا فلتريشن ريت بتاعنا من 10 ل 13 ملي لتر بير كي جي بير اور. طب امتى اعمل اكسسيف الترا فلتريشن؟ ده في حالات اللارج ويت جين والمرضى اللي بيغسلوا فترات قصيره وما بيكملش التايم بتاعه، او هو محدد اصلا الدراي ويت او التارجت ويت بتاعه غلط. النقطه الثانيه ودي اللي كانت غريبه شويه، ان لقوا ان في مرضى ان ابسنس اوف الترا فلتريشن بيخشوا في انتراديتك هايبوتنشن، يبقى المريض محطوط على جلسه الغسيل مش حاطط اصلا الترا فلتريشن ومع ذلك يخش في انتراديتك هايبوتنشن. كان في تفسير للقصه ديت ان هي نتيجه الرابد ريموفال اوف سوليوتس، انما لما بسحب السوليوتس بسرعه جدا خلاص ده هيؤدي الى ديكريس في البلازما اوزمولاليتي، فبالتالي يبدا البلد فلويد او يبدا الفلويد تبدا تبقى شيفتد ناحيه الانترا انترستيشال فلويد. طيب الايفيدنس على الكلام ده مش عالي قوي، ولكن بتبقى الايفيدنس هنا بيقول او التفسير الاكسبلانيشن ان الانتراديتيك هايبوتنشن بيبقى موجود كتير قوي كمان مع مرضى الديس ايكوليبريم اللي هما بيبقوا في بدايه غسيلهم او في اول سيشن في الاسبوع مش السيشن الثانيه او الثالثه. النقطة اللي بعد كده ان احنا ما ننساش ان الموضوع مش بس بلد فوليوم، لا ده فيه كمان سيركيليشن. يعني مثلا مرضى الروت ترافيك اكسيدنت اللي بيفقدوا كميات كبيرة جدا من دمهم بالمقارنة يعني بمرضى الدياليسز ما بيخشوش في هايبوتنشن. ليه؟ نتيجة ان ايه؟ ان الكارديك اوتبوت بيحاول يعوض نفسه. فبالتالي لو مرضى المريض بتاعنا عنده impaired cardiac contractility زي في حالة الدياستوليك ديسفانكشن او السيستوليك ديسفانكشن، ده ممكن يؤدي لحدوث هايبوتنشن. النقطة اللي بعد كده ان لما بيحصل هايبوتنشن المفروض كسمباثيتك رياكشن يحصل arteriolar vasoconstriction، ولكن المرضى بتوعنا لو عندهم impaired arteriolar tone زي مرضى اللي بيغسلوا بدايليزيت تمبريتشر عالية، المرضى اللي عندهم autonomic neuropathy بياخدوا anti hypertensive medication بياكلوا في وقت السيشن او معاهم severe anemia، كل ده بيزود الريسك فاكتور ان يحصل intradiac hypotension. طب لو اتكلمنا على الريسك فاكتور، دي استادي اتعملت في امريكا على ما بين 13 هيموداليسيس فاسيليتي ودرسوا في الاستادي ديت حوالي 44,000 سيشن. لقوا ان الانتراديتك هايبوتنشن كان اسوشيتد اكتر مع انكريزنج في الايدج مع الفينيل 6 الناس الديابيتكس الفينتج اون هيموداليسيس الناس الاوبيز، وكمان وجدوا في الاستادي دي اتعملت على تقريبا 500 سيشن، وجدوا ان الفيرست سيشن اوف ذا ويك بتبقى اسوشيتد 9% ريسك اعلى من الانتراديتيك هايبوتنشن عن السكند ويك، و 60% ريسك اعلى في الانتراديتيك هايبوتنشن عن الثيرد ويك عن الثيرد سيشن اوف ذا ويك. كلينيكال برزنتيشن يعني كلام سهل وبسيط وكلنا بنشوفه، ولكن احنا ممكن نقسمه الى تيبيكال برزنتيشن وايه تيبيكال برزنتيشن. حاجات تيبيكال اللي هو المريض يبقى دايخ مصدع عنده كرام نوزيا فونتنج يقشف شويه بيزنيا، ولكن ناخد بالنا بقى كويس قوي دي احنا بنعلمها لاي حد من الشباب لما بيجي يستلم عندنا في الوحده، نقول له انت بتمر في الوحده كده خد بالك من المرضى اللي بتتاوب، خد بالك من المرضى اللي بتتنهد، خد بالك من المرضى اللي بيحصل لهم هورسنس اوف فويس، لازم دول يتقاس لهم ايميديتلي بلاد بريشر، ان دي ممكن تبقى الفيرست ساين اوف انتراديتيك هايبوتنشن. طيب حصل الهايبوتنشن للاسف الشديد بس الحمد لله اكتشفناه، نعمل ايه في كايمرجنسي مانجمنت؟ لازم طبعا نوقف الالترا فلتريشن او اتليست نقلل الريت بتاعها. رقم 2 ان احنا نحط المريض بتاعنا في تلندر امبير بوزيشن، رقم 3 ممكن ندي اكسجين ثيرابي، رقم 4 نحاول نعوض الانتراباسكولار فوليوم ديفيسيت اللي حصل. طب هنعوضه بايه؟ والله الاختيارات اللي قدامنا نورمال سلاين البومين وجلوكوز 25%، ولكن في الراندمايز كنترول ترايل ديت وجد ان مفيش اي ديفرنس ما بين السيرم البومين او الالبومين ريبليسمنت والنورمال سلاين في الريجين بتاع البلاد بريشر، فبالتالي الاسهل والارخص والاحسن والمتوفر عندنا هو النورمال سلاين، فده اللي هنديه. طب انا عملت كل ده والمريض بتاعي لسه ضغطه ما تحسنش،
هنعمل ايه؟ نبدا نفكر بقى ان يكون المريض عنده سيريس اندرلاين كوز. طيب ممكن يكون حاجه من اربع اسباب، يكون هيموليسيس، اير امبوليزم، يكون دايلايزر رياكشن، او يكون سيبسيس، وكل حاجه فيهم ليها سيمتومز بتاعتها. يعني لو كان هيموليسيس غالبا هتبقى فيه مشكله في اوضه الميه، ومش هيبقى على مريض واحد، هيبقوا مجموعه من المرضى. ممكن يحصل ان لون الدم في البلاد تيوبنج يتغير. لو كان اير امبوليزم بيحصل معاه سيمتومز اوف اير اوف بالمونري امبوليزم ان جنرال، يعني تاكيبنيا وتيكيكارديا وهايبوكسيا، وبتبقى موجوده اكتر في بدايه السيشن او في نهايه السيشن، يعني في وقت التوصيل والفصل، خاصه المرضى المركبين اساطر وكانوا هايبوفوليميك. ده لازم رياكشن بمعاه ساينز اوف الرجي، يعني المريض بيبدا يهرش وبتبدا يحصل عنده ارتكاريا وهكذا. لو كان سيبسيس بمعاه ساينز اوف سيبسيس، والبارامتر اللابوراتوري بتبقى عاليه، بتبقى غالبا في اكتر بتبقى في المرضى اللي مركبين اساطر. كل احنا قلناه عشان نوصل في الاخر للمانيفيستو، والمانيفيستو بتاعنا بيتكون من اربع نقط اساسيه: فيرست لاين، سكند لاين، وثيرد لاين. وفي الاخر لو كل ده فشل بنبدا نلجا للاذر اوبشنز كحاجه اديتيف يعني. فاحنا هنبدا كده خلال العشر دقائق الجايين ان احنا نملى مع بعض المانيفيستو بتاعنا ده. طب كفيرست لاين رقم واحد، ان انا اعمل ري اسسمنت مظبوط للدراي ويت. طيب دراي ويت ليه؟ نتيجة ان مشكلة المريض بتاعنا بتاع الهيموداليسز عرضة ان يخش في هايبوفوليميا او هايبرفوليميا every session للأسف الشديد. طب الهايبرفوليميا بتكاري مور ريسك اوف ديث، والريسك اوف ديث ده نتيجة شورت تيرم كومبليكيشن ولونج تيرم كومبليكيشن. اون ذا سيم سايد الهايبوفوليميا نفسها هي كمان بتزود الريسك اوف ديث على الشورت تيرم واللونج تيرم، ودي بتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا. طيب اعمل ري اسسمنت للدراي ويت ازاي؟ الحقيقه الكديجو جايد لاينز في 2020 في المؤتمر بتاع الهيموداليسيس كونتروفيرسيز حددوا 11 طريقه ممكنه ان احنا ناسس بيها الدراي ويت. فيها حاجات كلينيكالي احنا بنعملها افري داي، يعني بناخد الهيستوري ونشوف السيمبتومز، نعمل كلينيكال اكزامينشن، نشوف الضغط، نعمل شيست اكس راي. دي الحاجات اللي احنا بنسميها يعني يعني بشوف كده، بجرب، انا بجرب النهارده المريض حصل دخل في سيمتومز، لا يبقى انا ازود التارجت ويت بتاعي شويه، لا المريض استحمل يبقى انا المره الجايه اسحب له اكتر، وهكذا يعني ترايل اند ايرور. ولكن في برضو طرق تانية بتبقى مور كومبليكيتد وبتبقى مش يونيفرسلي افيلبل، زي مثلا ان انا اقيس الانفيرف بنكافا دامتر، عايز واحد بيشتغل الترا ساوند كويس، اعمل الترا ساوند لللنج، احط الجهاز البايو امبيدنس اللي عليه طبعا كلام كتير جدا، اشوف البايو ماركرز بتاعه الفوليوم اوفرلود، اعمل ايكو كارديوجرافي قبل وبعد السيشن وديورنج ذا سيشن. ولكن النقطه اللي انا حابب اتكلم فيها وهي الريليتيف بلاد مونيتورنج. قصه الريليتيف بلاد مونيتورنج ده عباره عن موديول بيتزود على الهيموداليسيس ماشين، بيتطلب من الشركه نفسها اللي بتورد المكان بتاعنا ده، عباره عن اوبتيكال سنسور بيتحط في الانفلو لاين، في اللاين بتاع السحب اللي داخل للمرشح. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يحاول يقيس اي تغيير حصل في الهيماتوكريت على مدار السيشن. طيب بالعقل كده، يعني انا لو سحبت كميه فلويد كتير جدا للمريض على السيشن بتاعي فهيحصل له هيمو كونسنتريشن، فالهيماتوكريت هيحصل له ايه؟ هيعلى. فتبدا المكنه تطلع الارم ان حصل رابيد تشينج في الهيماتوكريت، فالمكنه توقف الالترا فلتريشن لوحدها، وممكن كمان ان انا برمجها انها تدي سلاين للمريض كابولس انفيوجن. وكمان الجهاز ده او البارامتر ده او الموديول الزياده ده ممكن يديتكت العيان اللي عنده هايبر فوليميا تكون يعني اوفرت، يعني مش ظاهره عنده. ده المرضى دول لما بسحب لهم اعمل لهم الترا فلتريشن ما بيحصلش تشينج سريع في الهيماتوكريت، فده بيخليني يديني الشجاعه ان انا اسحب اكتر واكتر على النقطه دي. دي كانت اول نقطه. النقطه اللي بعد كده ان انا بافويد الاكل ديورنج الهيموداليسيس سيشن، ودي نقطه مهمه جدا ومش موجوده عندنا للاسف الشديد. هو المرضى بيستنى يوم الجلسه عشان ياكل المخللات والحوادق وكل ما تشتهي الانفس. طب مشكله الاكل ايه مع الهيموداليسيس سيشن؟ ان الفود بيقلل البريفيرال فاسكولار ريزيستنس ويذن 20 مينيت افتر ذا ايه افتر فود. وهنا في ستادي اتعملت ان هم قاسوا الهايبوتنسيف ايفنتس في المرضى اللي كانوا وذ ميل والمرضى اللي كانوا وداوت ميل، ولقوا ان الهايبوتنسيف ايفنتس كانت سيجنيفيكانتلي هاير في المرضى اللي كانوا بياكلوا. طيب
النقطه اللي بعد كده ان انا اوقف الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن، وطبعا دي مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها كتير. مريض هايبوتنسيف يبقى انا لازم اوقف له الهايبرتنسيف ميديكيشن، ولكن في مرضى ما بيجيلهمش الهايبوتنشن الا بس في اليوم بتاع السيشن، يبقى انا هوقف الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن في اليوم اللي فيه السيشن. النقطه اللي بعد كده ان انا بليمت الانترداياليتيك صوديوم انتيك، ان انا بحاول اقلل الصوديوم ما بين الجلسات وبعضها عشان امنع الفيشيا سيركل دي. المريض بتاعنا اللي بياكل صوديوم كتير بيعطش كتير فيشرب كتير، فيبدا يحصل انترداليتيك ويت جين زياده، فيبدا يسحب اكتر فضغطه يوطى، فياكل حاجه حادقه عشان يخش في نفس القصه اللي مش هنخلص منها. طيب هنا دي ستادي اتعملت في 2018، جابوا مرضى حطوهم على هاي سولت بيريود لمده شهرين، بعد كده حطوهم على لو سولت بيريود لمده 4 شهور، واكتشفوا ان الانترداليتيك ويت جين كان سيجنيفيكانتلي هاير في المرضى في الوقت اللي كانوا فيه بياكلوا كميات سولت اعلى. النقطه اللي بعد كده ان انا بحاول ريفيو الدايليزيت كومبوزيشن، وانا قصدي هنا بالدايليزيت كومبوزيشن انا قصدي الصوديوم اللي موجود في الدايليزيت. يعني القصه انا اغسل بصوديوم عالي ولا اغسل بصوديوم واطي؟ الحقيقه لو غسلت بصوديوم عالي هحسن الهيمودينامكس بتاعه المريض، ولكن هزود الثيرست سنسيشن، فبالتالي هزود الانترداليتيك ويت جين. لو غسلت بصوديوم واطي هقلل الانترداليتيك ويت جين، ولكن هيبقى عندي ريسك عالي ان انا ادخل المريض في انترداليتيك هايبوتنشن. طب الحل ايه؟ هل ان انا افكسد الصوديوم على المكان بتاعي لكل المرضى؟ لا، لان وان سايز داز نوت فيت اول. فمن هنا بدات الشركات بتاعه الهيموداليسيس ماشين تتكلم في الصوديوم بروفايلز، ان انا احط لحضرتك صوديوم متغير على مدار الجلسه. الحقيقه في كلام كتير قوي على الصوديوم بروفايل، اللي هنتكلم على نقطه صغيره عنه، ولكن هو برضو لا يناسب كل المرضى. ولكن باختصار شديد هو نوعين اساسيين، في النوع اللي هو الديكريزنج، وفي النوع اللي هو الانترميتنت اللي بيقسم الجلسه لفترات قصيره. دي يمكن كانت اكبر ميتا اناليسز اتعملت على قصه الصوديوم بروفايلنج، ولقوا فيها ان بتفيفر الصوديوم بروفايل، ان الصوديوم بروفايل قلل الاودز ريشيو بتاع الانتراتيك هايبوتنشن ل 0.7 اودز ريشيو. النقطه اللي بعد كده وهي زياده اليورين اوتبوت، ان انا احاول اخلي المريض بتاعي اللي عنده ريزيدوال كيدني فانكشن ان هو يزود يورين اوتبوت. هنا الاستدي دي اتعملت في اليو اس على تقريبا اكتر من 11000 مريض، دول كانوا كلهم انسيدنت للهيموداليس، لسه بادئين هيموداليس. قسموهم لتو جروبس، جروب ادوله دايريتكس وهو بدا على الهيموداليس، وجروب وقفوا له الدايريتكس. الجروب اللي اخذ دايريتكس كان عنده ريلاتيفلي او سيجنيفيكانتلي لو هايبوتنسيف ايفنتس، وسيجنيفيكانتلي لو انترداليتيك ويت جين، وسيجنيفيكانتلي لوور مورتاليتي. فطبعا لو المريض عنده ريزيدوال كيدني فانكشن يا ريت ان انا ازودها او احافظ عليها. سكن لان انا احاول اساس الكاردياك فانكشن، وده طبعا مانداتوري لكل مرضى الهيموداليسز، لان الهارت فيليال والكارديوميجالي والاسكيميك هارت ديزيز كل دي ريسك فاكتورز تدخل المريض في انترداليتيك هايبوتنشن. وبعد كده ان انا احاول استخدم كول دايليزيت. فكره الكول دايليزيت جايه منين؟ جايه من نقطه ان الهيموداليسز از اسوشيتد وذ هيت جين، يعني فكره ان الدم بيطلع بره الجسم فدرجه حرارته تقل. لا ده بالعكس، ده في وقت الهيموداليسز درجه حراره الجسم بتعلى، الكور تمبريتشر بتاعنا نتيجه الحركه بتاعه الدم جوه التيوبس والسولفنت دراجنج اللي بيحصل دون الهيموداليسيس سيشن، كل ده بيرفع درجه حراره الجسم. فبالتالي رفع درجه الحراره ده ممكن يعمل فازو دايليتيشن ويؤدي الى حدوث انتراداليتيك هايبوتنشن. فمثلا من اقدم الاستاديز اللي اتعملت في القصه ديت، لقوا ان مجرد 0.8 increase في body temperature كان مصاحب بديكريز اكتر من 20 مليمتر مركري في المين ارتيريال بلاشر. طيب طب اعمل ايه في الدايليزيت فلويد؟ تاخد بالك بس من النقطه الاول، ان لو درجه حراره الدايليزيت نزلت تحت ال 35 من المريض لو كونشس هيشتكي ان هو سقعان وان هو بيترعش، ولو المشكله الاكبر لو كان المريض انكونشس ممكن يخش في تيبير هايبوثيرمي وانا مش حاسس. طب لو درجه حراره الدايليزيت زادت فوق ال 42 المريض هيحصل له ديناتوريشن البروتينز بتاعته، ودي طبعا هيؤدي في الاخر الى برين دامج. طيب حوطي درجه الدايليزيت، في طريقتين اساسيتين ان انا اوطي بيهم الدايليزيت تمبريتشر. في الطريقه السهله اللي انا بعمل بيها فيكسد ديكريز، يعني ما اخش على الاعدادات بتاعه الهيموداليسيس ماشين، بوطي درجه الحراره من نص ل 1 ديجري سنتيجريد، ودي بتبقى اسوشيتد وذ ديكريز بادي تمبريتشر اباوت 1 ديجري، ودي غالبا بتبقى ويل توليريتد. الطريقه الثانيه ان انا بعمل بيها ايزوثيرميك دايليسيس. يعني ايه ايزوثيرميك دايليسيس؟ يعني الدايليزيت فلويد بتبدا درجه
حرارته تتغير اكوردنج لدرجه حراره المريض نفسها. فده معنى كده ان انا لازم ازود موديول برضو في الهيموداليسيس ماشين اسمه البلاد تمبريتشر كنترول موديول، وده موديول بيتضاف على المكن بتاعنا الفيرزينيس اللي موجود في كل الوحدات. قصه الموديول ده ان هو بيقيس درجه حراره الجسم ويبدا يدي اوردر للمكنه ان هي تغير التمبريتشر بتاعه الدايليزيت اكوردنج للبلاد بودي تمبريتشر. دي اكبر ميتا اناليسز اتعملت على تشوف السيجنيفيكانس بتاع اليوزج اوف كول دايليزيت في الهيموداليسيس، واكتشفوا ان الكول دايليزيت كان اسوشيتد وذ 68% لوور انترادايليتيك هايبوتنسيف اتاكس، وكان اسوشيتد وذ هاير مين ارتيريال بريشر، ووذ نو افكت اون دايليسيس ادكوسي. الكي تي اوفر في ما اتغيرش، والكول دايليزيت كان مشكلته الوحيده ان كان معاه شويه انكومفورتبل سيمتومز موجوده معاه. نخش على النقطه اللي بعد كده وهي زياده الدياليسيس تايم. يعني هو المريض مشكلته كلها الاساسيه في الالترا فلتريشن ريت. طب اقلل الالترا فلتريشن ريت ازاي؟ ان انا ازود الوقت بتاع الغسيل، او ممكن حتى ان انا احتاج جلسه زياده. النقطة اللي بعد كده وهي استخدام الميدودرين. ميدودرين هو الفا 1 سيلكتيف اجونست، بيتاخد اكتر في المرضى اللي معاهم انترا اوتونوميك نيوروباثي. حقيقة في ستاديز كتيره قوي طالع من يعني من التسعينات ومن الثمانينات على اليوز اوف ميدودرين في الهيموداليسيس بيشنت، ولكن في منها كتير قوي كونتروفيرسي. يعني دي مثلا من واحده من الاستاديز اللي بتادفايس اليوز بتاع الميدودرين. فكان هنا مثلا اليوز بتاع الميدودرين كان اسوشيتد وذ هاير systolic blood pressure و higher post diastolic blood pressure و higher nadir blood pressure. ولكن لو انا هستخدمه ازاي؟ الاستخدام الامثل بتاعه هو الاقراص بتاعته 2.5 ملي جرام، فممكن استخدمه من 2.5 ل 5 ملي جرام prior to dialysis session من 15 ل 30 دقيقه، ولكن في ريبورتس قالت ان هم ممكن يستخدموه up to 40 ملي جرام. هي في القصه ديت في حاجات تانية بتاجنست الموضوع ده. يعني هنا مثلا دي ستادي اتعملت برضو في يو اس، يمكن ما كانتش على مرضى كتير قوي، ولكن الكونكلوجن بتاعها قال في الاخر ان الاوبزرفيشنال ستادي ديت لقت ان الميدودرين بريسكريبشن كان اسوشيتد وذ هاير ريت اوف هوسبيتاليزيشن اند كارديوفاسكولار هوسبيتاليزيشن اند مورتاليتي. فبرضو مش اي مريض ياخد ميدودرين، يعني نحطه في الثيرد لاين بتاعنا زي ما احنا حاطينه. النقطة اللي بعد كده ان انا احاول اغير الدياليسيز مود لو انا عندي القدرة ان انا اعمل كده. هو دول الاربع اختيارات اللي كانوا قدامنا ساعتها، سواء كان غير الانترميتنت هيمو دياليسيز ان انا اعمل بروتينيال دياليسيز، ديلي دياليسيز، اتش دي اف، نكتورنال هيمو دياليسيز. والحقيقة الطرق التانية بيبقى السوليوس ريموفال فيها او الفلويد ريموفال فيها بيبقى ابطأ شوية، فبالتالي المريض بيتحسن او الانتراتيك هايبوتنشن اتاكس بتاعته بتقل. النقطه اللي بعد كده وهي بقى في الابروتشز الاخيره ان انا احاول اعمل كوركشن اوف انيميا. طب ايه علاقه الانيميا بالانترادايتيك هايبوتنشن؟ مرضى الانيميا ممكن يبقى يزيد عندهم ريسك اوف مايوكارديال اسكيميا، وده بيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، وده بيقلل الكاردياك اوتبوت ويزود الارثموجينيك افكت، فممكن يدخلهم في انترادايتيك هايبوتنشن. الانترادايتيك هايبوتنشن نفسه كنوع من انواع الستريس اللي بيتعرض ليه المريض، فبيزود فيه السيتوكاينز ريليز، ودي بتقلل الريسبونس الريتروبروتين ستيمولييتنج فاكتور، وكمان بتؤدي ان المرضى ما بيكملوش غسيلهم، فبالتالي بيحصل لهم يوريميا ويخشوا في مال نيوتريشن وديكريز ريسبونس تو ايزا، والمال نيوتريشن هما الاثنين بيزودوا ريسك اوف انيميا. النقطه اللي بعد كده ان انا بحاول اعمل مع الصوديوم بروفايلنج الترا فلتريشن بروفايلنج. هنا دي بيبرز اتكلمت على الالترا فلتريشن بروفايلنج وقالت ان انا بيدي بيتر افكت عن اللي هو الستاندرد الترا فلتريشن، وهو بنفس فكره الصوديوم بروفايل. ولكن بس النقطه اللي انا حاطه عشان السلايد دي ان مش اي صوديوم بروفايل يبقى يقدر المكنه تقبله مع اي الترا فلتريشن بروفايل. فمثلا الصوديوم بروفايل رقم 2 لازم يتحط قصاده الالترا فلتريشن بروفايل رقم 2 وهكذا. النقطه اللي بعد كده وهي اليوز اوف سيرترالين اند فازوبريسن. السيرترالين ده واحد من الاس اس ار اي، والقصه بتاعته بدات في منتصف التسعينات لما لقوا اوثرز لقوا ان هو ممكن يستخدم في علاج الاورثوستاتيك هايبوتنشن ونيورو كارديوجينيك سينكوب، فبداوا يقولوا طب ما احنا ممكن نستخدمه في الانترادايتيك هايبوتنشن. ولقوا كمان ان مش بس ده الميكانيزم بتاعه، لقوا ان مثلا في مرضى المرضى الهيموداليسيز ان مع الاكسسيف الترا فلتريشن المفروض بيحصل فازو كونستريكشن نتيجه زياده السمباثيتك اكتيفيتي، لقوا لا ان ما بيحصلش كده في بعض المرضى، وبالعكس بل بيحصل فازو دايليتيشن، ولقوا ان التفسير ان بيزيد السيروتونين سادنلي جوه السي ان اس، وده ممكن اللي يزود الفازو دايليتيشن والهايبوتنشن. فقالوا لا طب ما احنا ممكن ندي اس اس
اس ار اي سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور يعمل داون ريجوليشن في السيروتونين ريسبتور، وده ممكن يستخدم وايدلي في مرضى الهيموداليسيز ولو كوست وهاي سيفتي وفيو انتراكشن ما بين الادويه وبعضها، ولكن كل الابلكيشنز اللي منشوره فيه كونتراديكتوري وانكونكلوسيف وعلى سمول نمبرز. الفازوبريسن طبعا ده بيحصل بيطلع نتيجه الاكتيفيشن اوف ازمو ريسبتور اند بارو ريسبتور، وبيحاول ان هو يرفع الضغط باي اكتنج اون في 1 ريسبتور. ولقوا للاسف الشديد ان مرضى الانترا دايتيك هايبوتنشن بيبقى يعني هنا مثلا ده مريض كنترول مش ما بيجروش انترا دايتيك هايبوتنشن، ديورينج ذا دياليسيس سيشن بيلاقوا ان الفازوبريسن ليفل عنده بيعلى، بينما مرضى الانترا دايتيك هايبوتنشن لقوا الريسبونس بتاع الفازوبريسن بتاعهم ضعيف، فقالوا يمكن ده فازوبريسن ديفيشنسي. طب ليه مرضى الهيموداليسيس ممكن يجي لهم فازوبريسن ديفيشنسي؟ قالوا ممكن يكون نتيجه الاوتونوميك ديسفانكشن، نتيجه النيتريك اوكسايد اللي بيطلع في وقت الهيموداليسيس، نتيجه كمان الريموفال اوف فازوبريسن نفسه ديورينج ذا دياليسيس ماشين عشان هو الموليكولار ويت بتاعه قليل وممكن يتشال بالهيموداليسيس دياليزر بتاعنا العادي. ودي كانت ستادي اتعملت في 2012 لقوا ان اليوز اوف فازوبريسن كان ادى سيجنيفيكانت اليفيشن او سيجنيفيكانت ديكريز في الهايبوتنسيف ابيسودز وسيجنيفيكانت انكريز في المين ارتيريال بلاد بريشر. ده اليوز اوف سيرترالين اند فازوبريسن. في ادويه تانية طبعا ممكن نستخدمها ولكن مفيش استدي كبيره قوي عليها، فاعتقد هو ده كده المانيفيستو اللي ممكن يكون موجود معانا في وقت الانترا دايتيك هايبوتنشن عشان نعتمد عليه. وشكرا جزيلا لحضراتكم.